يا أصدقاء، 26 رمضان يا رب يكون ربنا قدرنا وصمنا ورزقنا وفطرنا وصلينا ونستريح شوية ونستعد لقيام ليلة 27 ونكمل مع الأستاذ جمال الغيطاني حبيبنا الله يرحمه بأسلوبه المميز وخياله الخاص، والمسمع رقم 26 من رواية شطح المدينة. امبارح وقفنا عند الراجل بعد ما ضاع الباسبور وبدأنا مرحلة جديدة جدا في الرواية. في قاعة الطعام يلمح أستاذا جامعيا نشطا قيل عنه أنه من الشخصيات الهامة التي تلعب دورا وسطا بين البلدية والجامعة بهدف تهدئة الأمور واحتواء الأزمات. تردد أنه مهدد بالاغتيال من إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة العاملة بالمدينة بسبب آراء يرددها أثناء إلقائه محاضراته. لم يفصل أحد طبيعة هذه الآراء. يصغي صامتا، يجيب بكلمة واحدة: مشكلة. ينصح بالذهاب إلى القسم الخاص صباح اليوم التالي، أنه الإجراء الوحيد الذي يعلمه. تلك حادثة غير مسبوقة، لكنها مشكلة. يعود إلى غرفته، يتصل بعاملة البدالة، يملي عليها الرقم، يقول أن صديقا مغربيا كتبه. بالمناسبة، كلمة البدالة طول عمرنا كنا بنقراها في الكتب واحنا كده في المدرسة، البدالة اللي هي البقالة. واضح هنا اتكررت اكتر من مره البداله دي، السويتش اللي جوه، سويتش تليفونات اللي جوه الفندق. المهم، يعود الى غرفته، يتصل بعامله البداله، يملي عليها الرقم، يقول ان صديقا مغربيا كتبه وانه يقيم في المدينه. تؤكد العامله ان هذا الرقم لا يوجد في سائر الولايات زي ما الباصقه قالت له. العاصمه الاتحاديه خلو منه تماما، مفيش، لابد أنه في بلد آخر. إذا في الأمر شيء، لكنه يعي تماما اللحظات التي أملى المغربي فيها أرقام الهاتف، لم يخطئ كتابتها. يحاول إقصاء ملامحه الملحة عليه، غموض ابتسامته. يفتش ملابسه من جديد، محتويات الحقيبة، متمنيا راجيا بزوغ اللون الأخضر للغلاف وحافة البطاقة مطلة منه. يدركه نصب، يجلس إلى حافة الفراش مكتمل الوعي بالفقد، بالانقطاع، بوقوع العثرة. يردد بصوت مرتفع: أين سأكون غدا مثل هذه اللحظة تماما؟ إحساس بالفقد وبالانقطاع وبالضياع، ويا ترى بكرة حالي إيه؟ أدلج في النعاس بيسر. أدلج في النعاس بيسر. بسرعة رحل من اليقظة إلى النوم، عكس لياليه المماثلة السابقة على سفره. يذكر أرقه، انتفاء وجوعه، جلوسه في الفراش يأسا وانتظارا لانبلاج الصبح. طبعه الأرق، ما بينامش وقاعد مستني هو الصبح يجي امتى بقى، خلاص زهقت. الليلة اختلف الأمر، نوم كمد أوغل فيه كالهرب، أو نوم كمد أوغل فيه كالهرب، المعنيين قائمين. نوم نكد، بس دخل هرب فيها بسرعة بعد الصدمة وبعد ما احتاس وأقع هبط، والخيالات واشتياقه لأبوه تعب مع الحزن ده. نوم كمد أوغل فيه كالهرم. لم يتناول إفطاره مباشرة إلى القسم الخاص للإدارة من الشرطة التي يقع مقرها في مبنى البلدية، المدخل من الباب الجانبي ناحية الغرب. أطلت نظره وضعه الجديد عندما طلبه موظف الاستعلامات بما يثبت هويته. يقول أنه جاء ليبلغ عن فقد جوازه، الأمر عاجل، ساعات قليلة جدا تفصله عن موعد سفره. يردد الموظف كلمة واحدة بلهجة مقاربة للأستاذ الجامعي عندما لفظ كلمة واحدة: مشكلة. استفسر عما إذا كان لديه أي إثبات للهوية، أي بطاقة محلية، حتى عضوية نقابية، رخصة مرور، اشتراك نادي، أي ورقة عليها اسمه وصورته.
عند سفره يكتفي بجواز سفره، لا يحتاج شيئا من هذا. يطلب منه الانتظار، يرفع سماعة الهاتف، يدير رقمين فقط، من الصعب الإصغاء، ليس لنطقه اللهجة المحلية الصعبة، إنما لقدرته على الهمس. يعجب كيف يمكن سماع صوته عند الطرف الآخر. هذا مخالف لخصاله، يتحدث دائما بصوت مرتفع حتى لا يسمعه من يقف على مسافة. ينتهي الموظف، لا ينظر إليه، يراجع أوراقا ما، تمت رائحة مجهولة المصدر مرتبطة بالمكان، تشبه فراغ المستشفيات، مطهرات، محاليل، طلاء الجدران أبيض، لكنه هنا رمادي قاتم يقف في مواجهة عجوز، لابد أنه أحيل إلى التقاعد منذ زمن. من أين جاء؟ كيف ظهر فجأة؟ ملامحه مغصضة، ملامحه مقفول، ما تقدرش تقرأ اللي وراها. يشير إليه موظف الاستعلامات أن يتبعه. عجوز صامت بين الحين والآخر يتطلع، يومئ الأبواب على الجانبين مغلقة. يوما بيفتكر بقى ذكريات، أرسلوا في استدعائه، حددوا الوقت والمكان، مبنى إدارة المباحث العامة قرب ميدان لاظوغلي. تقريبا دي تاني إشارة لأنه مصري على فكرة، طول الرواية بيتكلم عن بطل الرواية ما قالش جنسيته. أول إشارة إن الباسبور لونه أخضر، ودلوقتي لاظوغلي. عمارة قديمة مستطيلة النوافذ، كابية الظلال، كل العاملين يرتدون الملابس المدنية، غير أن شيئا ما لا يبين يوحي بهيئتهم الوظيفية. طلة، سحنة، حاجة كده، جو، إشعاع حواليهم. فجأة عند منحنى أحد الممرات ظهر اثنان منهم يمسكان شخصا معصوب العينين، موثق اليدين من خلف، يتعمدان دفعه في اتجاه الجدران. بعد اصطدامه أثر تحقق البغتة، يعيدان وجهته ثوب الفراغ. يعني واحد ايديه متكتفة من وراه، متكلبشة، متغمي العينين، بيزقوه لقدام، لما يخبط في الحيطة ويتصدم ياخدوه ويوجهوه في الاتجاه الصح، بس لازم الأول يعرف إنه لا حول له ولا قوة، ومش شايف، ومحدش هيساعده، واحمد ربنا إن إحنا ما سيبناكش تفضل تخبط في الحيطة. ده الأستاذ جمال اللي بيحاول يشرحه يعني. يأمرانه بجفوة أن يمشي، ألا يتوقف، يمضي رافعا رأسه شأن من لا قدرة لهم على الإبصار. حقا، لماذا يرفع المكفوفون رأسهم دائما؟ لا يدري، لكنه جفل يوميا. رؤية القهر أصعب من وقوعه، سماع الأنين أوعر من صدوره. سماع الأنين أوعر من صدور، يعني الألم بتاع الأنين وأنا بسمعه أقسى على القلب من لو الأنين ده طالع مني أنا شخصيا. إلى هذه الدرجة سماع الأنين مرعب وفاطر للقلب. كل خطوة يتوقع فتح أحد الأبواب أن يصدر صراخ ما، أن يبدو شخص موثق أو موثق، لكن لم يحدث شيء، وإن جثم حضور المبنى عليه. في المواجهة ساعة قديمة ذات بندول، لم يتوقع على موعد القطار سوى 3 ساعات و10 دقائق. بدأ سفر المشاركين منذ 6 صباحا، حتى 12 لن يتبقى واحد منهم. يعي وضعه لحظة إثر الأخرى أمام غرفة مغلقة، يفتح الباب، ضابط شرطة أو موظف مدني، ما هوش عارف. لا يدري، لم يستفسر، لا محل لذلك. بعد إصغائه إلى ما قال، أمسك قلما من الرصاص، دون ملاحظات ما، سأل عن الاسم الرباعي وليس الثلاثي، عن جهة الميلاد، محل الإقامة الدائمة، الجهة التي يعمل بها، تاريخ دخوله البلاد، اسم شركة الطيران الناقلة، البلاد التي زارها خلال السنة الأخيرة فقط، حالته الاجتماعية، رقم الجواز، جهة إصداره، تاريخه. يحفظ البيانات، صاحبنا بقى يحفظ البيانات البيانات يعني يحفظ البيانات كلها عدا تاريخ الإصدار، هذا لم يكن واثقا، 26 أو 27. أبدأ ترددا، فطلب منه أن يستوثق، أي خطأ ضار جدا. لم يفصح عن ضيقه أو ضيقه وتحفظه من طريقة توجيه الأسئلة، كأنه موضع اتهام ما آثر ألا يجزم.
إذا لا تعرف، ده بقى الضابط أو الموظف اللي بيسأله كل البيانات جاوبها لحد تاريخ إصدار الباسبور 26 ولا 27. فبيرد بطل الرواية صاحبنا بيقول نعم، ما يعرفش. يستفسر عن وسيلة وصوله إلى المدينة، ما موعد القطار، القيام، الوصول، أي درجة استقل، هل تحدث إلى شخص ما أثناء الرحلة، كيف انتقل من المحطة إلى الفندق، هل يذكر رقم عربة الأجرة؟ لكن الجواز كان معي بعد وصولي، يعني كل البيانات دي مش مهمة حضرتك، احنا مش هندور فيه لا في القطر ولا في التاكسي، كان معايا لحد امبارح. بجفاء يقول أنه يطلب الإجابة بدون تعليق. مش فاهمك أنت، الأسئلة دي ليها معنى عندي. احنا فاهمين وأنت مش فاهم. السؤال الذي قد يبدو له بلا معنى ربما يكون هاما جدا بالنسبة للإجراءات. أن كل النقاط لم تحدد بعد، ولم تحدد عبثا. بعد لحظات قال أنه غير ملزم بتقديم مثل هذا الإيضاح، لكنه يقدر ظروفه. احمد ربنا أن أنا بجاوب عليك، أنت هنا أنت اللي تجاوب، ما تسألش. إذا لم تأت إلى هنا من قبل، يا عم ما أنت عارف كل حاجة. قال أنه لم يزر المدينة إلا هذه المرة، لكنه عبر مطار العاصمة منذ 7 سنوات، لم يخرج من المطار ترانزيت. سأل عن علاقته بالجامعة، كيف بدأت؟ متى؟ ايه حقيقة علاقتك بالجامعة؟ يصغي باهتمام إلى اسم زميله الذي لم يحضر بسبب مرض مفاجئ، يستفسر عنه، هل يتشابه تخصصهما؟ لماذا تم اختياره هو بالذات؟ هل وصلته دعوة بديلة؟ كيف؟ بالبريد العادي أو المسجل أو البرق؟ هل تربطه علاقة شخصية، علاقات شخصية بأحد الأساتذة خلال إقامته في المدينة؟ بمن التقى؟ يتطلع إلى رقم الهاتف الذي أملاه عليه المغربي، يقول باختصار إن مثل هذا لا يوجد. يطلب ذكرى أوصاف المغربي خاصة طوله، يسأله عما إذا كان مارس الحب مع الباسقة عند زيارتها في البيت. فجأة صاحبنا بيتحقق معاه، هو راح يقول الباسبور ضاع. فجأة بقى متهم وبيتسأل في أدق التفاصيل، وهو لا حول له ولا قوة، ومضطر إنه يجاوب. يطلب منه التأني والتدقيق. يكف، يتوقف عن الإجابة، يردد ضرورة سفره اليوم، أرجوك أنا محتاج أسافر. المشكلة ليست بطاقة الطائرة، معه ما يكفي للسداد مقابل أخرى جديدة، لكن الجواز لب المشكلة، لابد من إجراء بلاغ رسمي والحصول على صورة معتمدة لتقديمها إلى السفارة في العاصمة الاتحادية بعد الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف المحلية. ثم يمر أسبوعان، فإذا لم يظهر مردود يحق له استخراج وثيقة السفر مؤقتة. قال إنه يعرف الترتيبات لخبرته السابقة في السفر، لو أمكنه الحصول على صورة المحضر الرسمي اليوم يمكنه اختصار الوقت. يعني الضابط بيقول له لا 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 لا، وقت إيه بقى؟ ما خلاص أنت قاعد معانا أسبوعين، هنعمل محضر ونعمل إعلان وفي الصحف ونستنى حد يرد، وبعد أسبوعين نبقى ندور. فبيقول له يا عمي اديني المحضر وأنا هروح مباشرة إلى السفارة، لعلهم يبدون مساعدة خاصة بعد اطلاعهم على مركزه العلمي. يرفع الموظف او الضابط لا يدري عينيه فيهما سخريه، كيف سيعرفون موقعك وانت بدون اوراق؟ يقول انه ربما التقى من يعرفه، ان الصحف تنشر عنه احيانا. يهز راسه، يقول ان الامر ليس بهذه البساطه، تمت اجراءات عديده حتى اذا ظهر الجواز الان فوق هذه المنظره. حتى لو جيب باسبورك دلوقتي. لا استنى بقى معانا شويه. طب خلاص جه الباسبور لقيناه. لا لا هو الموضوع بالسهل كده، ما هو انتوا عيبكم انكم مش فاهمين الامور بتمشي ازاي، احنا فاهمين. ده في المدينه الغريبه دي. يفتح الباب، يلتفت، يراهم مغلقا، سمع فتحه، هذا مؤكد. باب املاه، لكنه احجم خاصه عندما قال بتأني الرسمي. الراجل بقى قال له نحتاج وقتا، السفر ومغادرة المدينة اليوم إلى أي جهة أمر مستحيل. ما طبيعة الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة العثور على الجواز؟ يجيب بلهجة رسمية محايدة أنها مسؤولية القسم، المهم أن يتجه مباشرة إلى إدارة الجامعة، أن يستخرج منها خطابا رسميا يثبت أنه كان مدعوا إلى المهرجان أو الحفل كما يطلقون عليه. شوف البتاع اللي كنتوا فيها دي، مهرجان ولا حفل ولا اسمه إيه، روح بس الجامعة اللي كانت جايباك يدوك ورقة اللي كنت عندهم. هذا الخطاب سوف يثبت للشرطة أهم نقطة الآن، شخصه الذي لا يعرفون عنه شيئا.
وهو طبعا من ساعة ما دخل وهو متراقب وله ملف وعارفين عنه كل حاجة، إنما دلوقتي لا احنا ما نعرفكش. خلصت الحلقة الغريبة يا أصدقاء، التوتر بيزداد، أستاذ جمال الغيطاني بيحتفظ بينا صحيين منتبهين متوترين إلى آخر لحظة الله يرحمه. نختم الحلقة بالدعاء إلى المكروبين، اللهم ارفع عنهم الكرب، والمظلومين اللهم ارفع عنهم الظلم، والمأسورين اللهم فك أسرهم يا رب، والمغلوبين اللهم إنك ناصرهم يا رب، ليس لهم إلاك، اللهم انصرهم يا رب. ليلة 27 ندعي نقول يا رب، وانتظروني بكرة يا أصدقاء إن شاء الله.